توفر الفوتوشوب مجموعة من التولز التي تمكنني من التحكم في أطراف الصور. إذا دعني هذه اللاير بداية أضغط إلى فاكشن وأزيلها وأحولها إلى لاير. من هنا من قائمة إديت أضغط فري ترانسفورم لأتأكد أني أصغر الصورة قليلا، وفي نفس الوقت أضغط مفتاح الألت أو الأوبشن وأحاول أن أصغر هذه الصورة للمنتصف. شيء جميل. دعني أضغط سيف. من الفاكشن أختار على سبيل المثال دروب شادو. شادو هي نضيف أطراف إلى الصورة، إلى شادو إضافي إلى الصورة. يعني لو جيت أنا هنا زودت الدستانس، ترى أنظر هذه الشادو كيف شكلها، كيف أجعل لك إياه. لو جيت هنا قمة الوضوح الخاصة بهذه الشادو كيف تريده، مثلا عندما أقلل تقل وضوحها، يعني هنا زاوية زاوية على سبيل المثال أجعلها 45 فيغير لك الزاوية على سبيل المثال 60. لو ترى أن زاوية الشادو تتغير بالنسبة للصورة الأصلية، يعني في الأول كان هنا هنا، أنه بغير لك إياها من هذا الاتجاه إلى هذا الاتجاه. إذا استطيع أن أضيف خصائص أخرى في هذه الصورة، منها الستروك. طبعا الستروك عندما ترى تأكد أن أنت مختار صح. عندما تختار صح على سبيل المثال أغير السايز الخاص بهذا الإطار، انظر كم أصبح كبير جدا. طبعا لو جينا غيرناها واحد أو حول غيرها أكثر بهذا الشكل. طبعا من هنا استطيع من الكولر بيكر استطيع اختار اللون الذي انا اريده ليجعله اطار لي، او استطيع نفس الوقت من هنا اختار اذهب للبيكر واختار اللون الذي اريده ليكون هو اللون الاطار على سبيل المثال، حتى اكون ضمن نفس المود الخاص بالصورة اذا لم اجد الكولر الذي انا اريده. واستطيع منه اغيره قليلا واصغره واخففه بالشكل الذي انا اريده حتى يكون اكثر ملائمة مع الصورة الخاصة بي. اضغط سيف. طبعا إذا رأيت أنه هذا قليلا كبير حاول أن تصغره بهذا الشكل. تستطيع أن تضيف يعني ستروك آخر، فقط أضغط بلاس وهذا ستروك تعطي ميزات أخرى، تعطي على سبيل المثال لون أكثر، على سبيل المثال تحوله إلى لون الخضار فتحس أنه يعني هناك اختلاف بين الأول والثاني. حسنا، بالإضافة إلى هذه التولز توفر فوتوشوب أدوات أخرى للتحكم في الصورة وجعلها أكثر جمالية. منها إيش؟ منها الانر جلاو. الانر جلاو تمكن على سبيل المثال تعطيني السايز الجلاو الذي سوف اضع على اطراف الصورة التي سوف اخذها. انظر هنا هذا الجلاو كيف جعلته، انظر كيف انا اخذ لو جيت هنا، فانظر اطراف الصورة كيف ناخذ من عندها، نحاول ان نجعلها يعني اقل او اكثر واقعية في التداخل مع الطرف الاخر. وايضا استطيع استخدم الباترن. باترن هي انماط اضع عليها ابلاي على الصورة. طبعا إذا أجد أن الباترن الذي غير موجود هنا، على سبيل المثال التكسور فول اللي هو هذا يحتوي على مجموعة من التولز على أبيند أضيفها، هذه مجموعة طبعا أختار أي واحد من عندهم أعمل له أبلاي على الصورة، ترى ترى أي شيء الآن لأنه المود أنا مختاره ليس هو المطلوب. دعني أغير لك إلى المود الذي يكون لي أكثر واقعية بالصورة. أنظر بهذا الشكل مثل هذا الصورة، فانظر كيف حولناها الى المود، انظر الصورة كيف صار اصبحت وكيف الاطراف الخاصة بها، كيف عملنا لها apply لباترن معين. فتستطيع ان تتلاعب بواسطة هذه الفاكشنات باشكال مختلفة من الصورة كلها، هذه البلاند والاوبشن والستروك. جرب وحاول ان ترى اكثرها ملائمة لك في الاستخدام.